ما اكون انا 37 سنه على الشاشه، اقل ما فيها حد يقول لي شكرا، مش عايز اكتر من كده. ولكن التكريم اللي باخده في الشارع بالنسبه لي انا اعظم تكريم. ليه؟ لانه قيمه. على فكره، بمناسبه اخبار اليوم، انا لازم اقول لك معلومه. انا خدت جايزه مصطفى امين وعلي امين الرابع، يعني رابع حد خد الجايزة ده من سنين. واللي سلم عليا واداني الجايزة هو مصطفى أمين، هذا العملاق الكبير. وبعدين قال لي: انت الجايزة دي مش للصحافة، تفتكري خدتها لايه؟ على برنامج تلفزيوني اسمه رباعية لم تتم لصلاح جاهين. شكراً.